رحيم كنشكروا جريده اشواق على زارتنا في هذا الموقف. حنا راه مضرورين من هذا السيد كيصيب الفخر كيقتل فينا من 2018. درنا الشكايه للسيد العام ودرنا الشكايه للمياه والغابات، جاو حبسوه. من بعد عاوتاني ملي قرب عاود هذه المناسبه عاوتاني بالليل ولادنا جيراننا حنا مراد عندنا الوراق ديال الطبيب باش جوزنا الحساسيه مرضنا هذا السيد. دابا الله يجزيكم بخير كنطلبوا من السلطه المختصه باش تدخل ترفع علينا الضرر. راه حنا مهلوكين، راه الساكنه ديال جماعه سيدي بوصحاب بالاخص الدوار تي محمد همو والدوار تي والشوك راه مضرورين بزاف لواحد الدرجه. الناس ها هما كتشوفوا راه قدامكم وكلشي كتشوفوا، راه حنا مضرورين الله يجزيكم بخير. الهضره داك الدخان ملي كيطلق علينا هذا الشيء، داك الدخان كيجي فوق ديورنا ما كنقدوش نعسوا، كنتخنقوا الولاد الدراري الصغار كيتخنقوا، العائلات كيتخنقوا، كلشي كاين للناس اللي مراض في هذا الشيء بزاف. وراه عندنا الوراق ديال الطبيب باش جوزنا الله يجزيكم بخير. المطالب ديالنا هو الدخول للسلطه المختصه ولا المسؤول على هادشي ولا المياه والغابات، السيد العامل حتى هو يرفع علينا هاد الضرر، حيت هاد السيد راه هلكنا. حنا راه كنشكاو لله تعالى. السلام عليكم. حنا خوتي جينا على هاد السيد تعدى علينا بالدخان دائما سنين هادو، وحنا كنديروا معاه الحل، كنقولوا ليه حيد علينا هاد الدخان، حيد علينا هاد الزبل راه قتلنا الدراري الصغار عندنا. حنايا والله الا بالليل كنتخنقوا، واش هو هاد السيد بغى يشد علينا غير عاد التعدي؟ لا، كاينين عيالات دروك مراض بزاف كيكحوني هنايا بالدقه والمرضى والدراري الصغار. والله العظيم الا هاد الشيء الدراري عندنا في المدرسه هنايا كيسدوا البيبان باش ما يدخلش ليهم الدخان. هاد الشيء راه قضى علينا، راه التلوث والله الا خرج علينا وخرج على البيئه ديالنا. الريحه والدخان دابا غير توصلها مع الصباح دروك غير توصل لخمسة ونص الصباح راه صافي، راه ما تليتيش غتقد تتنفس. كيتشد عليك هذاك، كيشدك داك الشيء الدخان، وشي دخان بعدا ما نعاودش. وفي الليل غير توصل مع السبعة الليل صافي، راه ما تليتيش غتنعس بحال عباد الله، ما تليتيش غتنعس. عندنا التربيات عندهم 3 شهور 6 شهور، بناتي جاو عندي والله الا خرجوا بلاصه خرجهم باهم داوم لديرهم بيقرا، يلا ما بقاوش كيضربوا عندي حتى ساعه. وحتى الناس الجيران كيتضروا في داك الشيء، ماشي غير حنايا بوحدنا. حنا كنطالبوا بهذا الحل، يحيد علينا هذا التلوث ديال البيئه ديالنا، وكيمرضنا وكيمرض الدراري الصغار. ها المدرسه هنايا ما فيها حتى شحال من كيلومتر، هنايا ما كاين والو غير المتروات، غير ما خرجش ليهم قارين. دابا راه مسدود عليهم البيبان والشراجم، ما كيكونش شي هواء ولا شي حاجه باش يتنفسوا ولا شي حاجه. الا خرجوا للاستراحه كيتخنقوا، ومرض بدا بالحلاق من الريحه قال لك كيمرضوا. هذا الشيء اللي كنطلبوه من المسؤولين، واللي بغى يدير شي حاجه الله يرحم والديه. راهم ضرورين، راه مراد والدينا ومراد ولادنا. راه الدراري ديال المدرسه دابا كيسد عليهم المعلم الشراجم ويدير له الخاميات ويشعل عليهم الضوء على حساب هاد الشراجم ما يتحلوش، على حساب مقابلين مع هاد الجهه. الاستراحه كيديروا الرياضه ولا كيلعبوا الكره واحد شويه يتاحوا المعلم. هاد الشيء ماشي معقول، هاد السيد كنطلبوا ليه يحبس لنا على هاد الشيء. الله يرحم ليه الوالدين الا بغى. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.